معك الناشط المقدسية نور عبد اللطيف من سكان البلدة القديمة حرة السعدية. كان نشاطي على السوشيال ميديا اني الفكرة تبعتي اني اوصل رسالة لداخل فلسطين وخارج فلسطين للعالم انه ايش الاحداث اللي عم بتصير في فلسطين في القدس وفي المسجد الاقصى عشان الكل ينتمي للاخبار ويصير في تجاذب للاخبار في القدس وفي المسجد الاقصى عشان يعرفوا ايش اللي بيصير. طبعا هو له اهميه كثير كبيره في السوشيال ميديا في الاخبار لانه بتنزلي الحدث اول باول، يعني هي صار اشتباك بين الجيش الاحتلال والشباب، بتصور على السريع بنزل على السريع بتعرف، يعني اسرع. حسيت انا بالنسبه لي ان السوشيال ميديا اسرع بكثير من التلفزيون. اكثر تطبيق بستخدمه على السوشيال ميديا اللي هو الانستغرام، بحسه صراحه عليه تفاعل اكثر، كمان سهولة في التعلم، والناس في عليه جاذبية أكثر من الفيسبوك السناب شات. الحمد لله كل يوم كانت تواجدي في أيام الاعتصام على أبواب المسجد الأقصى، كنت كل يوم أصور لايف، كنت أنزل على الستوري عدد كتير، كنت أنزل على الستوري وكنت أنزل تقريباً يوم بوستات على الإنستغرام. كانوا يتواصلوا ناس معي من خارج فلسطين، صحافة كمان من خارج فلسطين كانت تتواصل معي، بالرغم أنه أنا لا دارس إعلام، بس أنا ما شافوا أنه أنا عندي حب أنه في التواصل. كانوا يتواصلوا معي يوميا يسألوني عن الأخبار، يعني أنا حتى كنت أكيف إنه في ناس بتسأل من خارج فلسطين تسألني عن حال الأقصى، يعني هذا يعني كانوا يدخلوا لي السرور على قلبي. أنا محمد القزاز ناشط إعلامي من مدينة القدس. يعني مواقع التواصل الاجتماعي هي صراحة كانت أو لعبت دور جدا مهم في أحداث مدينة القدس في الأسبوعين الماضيات. في مصطلح عندما بستخدم اللي هو مصطلح الغيرة الحسنة، وهاي الغيرة الحسنة اللي احنا استخدمناها وفعلناها على هاي المواقع دفعت كتير شباب انها تنزل وتواجد في الميدان. فكرة هذا الموضوع أو هاي الغيرة الحسنة انه احنا كشبان لما نتواجد في الميدان ونغطي أحداث مدينة القدس في المسجد الأقصى وننشر للعالم انه هاي في معتصمين، في 100 معتصم، في 200، في 1000 معتصم، مقابل هذول الألف في الميدان أكيد في الآلاف في منازلهم ما نزلوا. فهذول الآلاف لما يشوفوا على صفحاتنا على موقعنا كيف بنغطي الأحداث رح تتولد عندهم الغير الحسنة، إنه ليش فلان نازل على الميدان وبرابط على أبواب الأقصى بينما أنا قاعد، إذا هو قدر أكيد أنا بقدر. فهذه كانت نقطة مفصلية في موقع التواصل ونشرنا لهاي الأحداث، إنه إحنا شجعنا وساعدنا كتير شبان وحتى كبار سن وحتى نساء وربات منازل، انه انا ليش قاعدة في البيت وجارتي نازلة على المسجد الاقصى ممكن شافتها في صورة في فيديو. فهاي التغطية للمواقع هي فعليا ساعدت كتير ناس تنزل، خاصة انه رسول محمد صلى الله عليه وسلم بيقول نصرته بالشباب، والشباب غالبا اليوم بتلاقيهم على موقع التواصل الاجتماعي. فإحنا خطبنا هذول الشباب، إحنا يعني كانت رسالة نابعة من شباب إلى شباب، فكانت أسلس وأسهل توصل. وبالفعل الحمد لله وجدنا النتيجة على أرض الواقع، لما كان أول يوم في 1000 معتصم، باليوم الثاني صاروا 2، باليوم الثالث صاروا 5000 وهلو مجر. خلينا نبدأ في المسجد الأقصى، عم تشحك كثير، يلا نبدأ. طيب شايفين هاي القبة الذهبية للمسجد الأقصى؟ هاي القبة صارت أولها بديلة، هذا مش المسجد الأقصى جماعة، هاي قبة الصخرة. من أكثر الأخطاء المنتشرة يا جماعة الخير إنه الناس تفكر هذا المبنى هو المسجد الأقصى، أبدا هذا المبنى هو مصلى قبة الصخرة المشرفة. الإعلام التقليدي أو الكلاسيكي خليني أحكي غالبا الشبان أو المشاهدين عفوا بنتظروا يحضروا نشرة الأخبار على رأس كل ساعة،
بينما مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات هاي الموجودة عنا هي فعليا بتعيش الناس بالحدث على مدار اللحظة مش على مدار الدقيقة. يعني اللي كان يتابعنا خلال هاي الهبة كان يشوف انه ما بين الساعة 10 أو 10 و5 دقائق فعلا في زخم أحداث، في إصابات، في مواجهات، في إزالة بوابات، في تركيب أبراج خلال 5 دقائق. بينما لو كنا بدنا نشاهد هاي المسألة على نشرة أخبار عادية فهو بعد ساعة كاملة رح يجي المذيع يحكي لنا خلال الساعة المنصرمة حدث كذا وكذا وكذا. وفعليا الناس كانت عايشة في جو إن أنا ما بدي أنتظر ساعة حتى أعرف شو صار، أنا بدي أكون عايش مع الناس هناك. وهي كمان نقطة تستحق الكلام عنها، إنه الإعلام الكلاسيكي عفوا بعيشك، خلينا نحكي مثلك مثل باقي المشاهدين، إنه أنت بتحضر هاي النشرة وانتهى دورك. بينما أنت لما تشاهد، لما تتابع شباب بأسمائهم بشخصياتهم بأعينهم، أنت بتحس حالك بينهم، وهذا الإشي اللي بدفعك تقدم أكثر وأكثر القدس والأقصى حتى لو ما كنت من القدس. نهلة صيام من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. من خلال السوشيال ميديا وتحديدا أنا من فيسبوك كنت بسعى إني أنقل الأحداث والأخبار بواقعية شو هي موجودة أول بأول. كنا بنسعى إنه نشجع الناس للتواجد للرباط، نفهمهم ونوعيهم إنه المسجد الأقصى هلأ بحاجة إلنا، نوعيهم إنه إحنا ما بدنا هاي الخطط التهويدية اللي هي البوابات وكاميرات والسور وإلى آخره. الميز عن الإعلام العادي إنه لحظة بلحظة وصلت، كانت توصل المعلومة، يعني ما وين مكان المعني فيه إنه يعرف الأخبار وين مكان موجود، لو كان بشغله، لو كان بمدرسة، لو كان بجامعة، لو كان وين مكان كانت توصل الفكرة، لأنه إحنا الأغلب المعظم معهم التليفونات الذكية اللي فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي، فإنه ما كان يحتاج إنه الواحد يقعد قدام تلفزيون أو يروح يسمع راديو. فلهيك هذه كانت الميزة أكبر، إنه أسرع ولحظة بلحظة وممكن أي الجميع يواكب الأحداث أول بأول. أنا كنت نشطة على الفيسبوك، اللي يعني متابعين أكثر على الفيسبوك، ما تعمقتش أكثر فيه، يعني أنا حكيت بدي خلص أخباري عندي متابعين على الفيسبوك، خلص خليني أوصل الفكرة، أوصل الأخبار، أوصل الفكرة اللي أنا بدي إياها عند الناس اللي ممكن يوصل لهم إنه أكثر. ناس تتحفز، ناس تتشجع من خلال المنشورات اللي كنت أنا شخصياً أنشرها. كان مثلاً زي اللحظات الأخيرة للأيام الأخيرة، أيام تفكيك البوابات وتفكيك الكاميرات وتفكيك الجسورة، في كان ناس مش مباشرة توصلهم الإعلام، كان بما إنه الدنيا كان الوقت متأخر، الإعلام الرسمي الإعلام العادي ما كان يوصلهم الفكرة، ما كان في طاقم صحفي مثل القنوات العادية إنه يغطوا الإشي. فكنا إحنا متابعين أول بأول، ننزل خبر بأول، فأكيد كان في إقبال إيجابي وتفاعل. الشباب كان لهم دور كبير في احتشاد أعداد كبيرة، إنه ننشر لحظة بلحظة إنه قديش في تفاعل، قديش في ناس تعالوا، هي إنه مش بس إحنا أعداد، مش أعداد قليلة، لا في أعداد كبيرة. تصوير الدور الشباب كان كتير حلو، وكمان في تصوير اللحظات إنه الدعم، التوثيق، الدعم المادي اللي هو بتوزيع الطعام والشراب، هذا كان كتير برضو له دور إنه حفز الشباب إنه تعالي، يعني وإنه كان هي أسلوب كمان حلو كان للتحفيز انه تعالوا مش راح تجوعوا، مش راح يعني في ما في تقصير، الناس هي في دعم، في دعم مادي اللي هو توزيع الاكل، في دعم معنوي انه لما احنا نكون تقريبا اخر ليله كنا 30,000، اكيد كان له دور كبير وبالتشجيع وقديش المعنويات ارتفعت.